السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبتكم موضوع في مادة التربية المدنية للسنة الرابعة ابتدائي. بدأوا على بركة الله في الحل. الوضعية الأولى: اتفق أهل حيك على مساعدة جاركم الذي سيقيم حفل زفاف ابنته، فاجتمعت النسوة في بيت لتحضير طبق الكسكس وبعض الحلويات والمشروبات، وكنا ينشدن تلك الأغاني القديمة التي حفظناها عن أمهاتهن. وفي حين قام الرجال بتنظيم وترتيب المكان المخصص لإقامة العرس، فكان المكان وكأنه خلية نحل. كيف نسمي هذا العمل التعاوني؟ قدم تعريفا بسيطا للتويزة. اذكر ثلاثة مناسبات تحتاج إلى التعاون والعمل الجماعي. اذكر النص ذكر النص أن النسوة كن ينشدن أغاني قديمة. ما نوع هذا التراث؟ الوضعية الثانية: تعتبر المعالم الأثرية رمزا للسياحة في كل بلدان العالم، فهي تعني اتصال الشعوب بأسلافها على مر العصور. سؤال أول: ما نوع التراث الذي تنتمي إليه المعالم الأثرية؟ ثانيا: أذكر ثلاثة معالم أثرية في الجزائر. نبدأ في الحل. إذا السؤال الأول في الوضعية الأولى: كيف نسمي هذا العمل التعاوني؟ هذا العمل التعاوني هو التويزة. التعريف: تويزة، تويزة هي عادة حميدة، وهي التعاون على إنجاز عمل ما في وقت قصير وبجهد أقل، أي بالتعاون. أذكر ثلاث مناسبات تحتاج إلى التعاون والعمل الجماعي. المناسبة الأولى: الفيضانات، كسوة الفقراء، وموسم الحصاد. هذه فقط أمثلة، هناك أمثلة متعددة أخرى. ثالثا: ذكر النص أن النسوة كن ينشدن أغاني قديمة. ما نوع هذا التراث؟ نوع هذا التراث هو تراث لا مادي، إذا معنوي هو لا مادي. الوضعية الثانية: تعتبر المعالم الأثرية رمزا للسياحة في كل بلدان العالم، فهي تعني الاتصال الشعوب بأسلافها على مر العصور. ما نوع التراث الذي تنتمي إليه المعالم الأثرية؟ تنتمي المعالم الأثرية إلى التراث المادي، أي تراث ملموس. ثانيا: أذكر ثلاثة معالم أثرية في الجزائر. أولا عندنا حي القصبة العتيق، ثانيا جامع كيتشاوا، ثالثا آثار شرشال. أتمنى تكونوا استفدتم من موضوع اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.